مشاهدي الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانين؟ رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة باش كتمناو جميع الأمة الإسلامية ربي. وأي دار مغربية راه تدير الصفوف، يعني تقاليد، أي دار يعني تبارك الله كيديروا صفوف. ودابا ان شاء الله الصفوف دابا حنا بدينا نوجدوها. في الفيديو السابق وريتكم شنو شريت، ودابا قلينا وهادي وراه طحنا. المهم دابا نبداو نخلطوا. عزيزه شحال درتي من كيلو هنا؟ 6 كيلو. يعني غربلتيهم؟ شحال عطاو؟ بحال هكاك. المهم شرينا لان نديروها شويه كثيره. 6 كيلو اللي حمرناها في الفران وغربناها هي هذه. والقرفه شحال؟ معلقه القرفه، معلقه كبيره. معلقه كبيره. السكر تنخليه يوصل الاخر. الزيت دابا راه كيتحمر ضروري كيدار سخون، راه دابا في فوق البوطه. وهنا راه السطا اللي فيه التقاوت كامله. هنا درنا 3 كيلو ديال الجنجلان اللي غسلناها ونشفناها وصهدناها باش هذاك الجنجلان بحال اللي يتنفخ، ونقيناه مزيان. ومن نقيناه من بدينا نبداو نخلطو، قليناه كامل، يعني حمرناه مزيان وطحناه وخدينا منه زليفة ودرنا فيها واحد شويه ديال الزيت وحمرناه في الزيت. معلقه ثلاثة كيلو الجنجلان اللي طحنات، تحمرات وطحنات، وخدينا منها زليفه اللي درنا فيها شويه معلقه تاع الزيت، وبحال اللي حمرناها بالزيت. اللوز الكاوكاو شرينا 3 كيلو، 2 كيلو من هذاك اللي مفرك ما فيهش القشور اللي غليناه وبات ناشف في الليل، واللي غدا تقلى وتطحن. وهاد الفوقاني ها هو اللي كيبان هنا، هذاك الكيلو اللي هذاك الكاوكاو الرقيق اللي بقشورو اللي تحمر هكاك، عقليناه هذاك ما قليناش، قلينا الاخر اللي مفرك اللي بات ناشف، هذاك تقلى 2 كيلو، والكيلو حمرناه حيدنا منه شويه القشور وتطحن. اللوز اللي فسخناه في الماء السخون، نتوما عارفين الطريقه، وقليناه حتى هو تطحن. داك حبه حلاوه اللي حمرناها وطحناها، النافع اللي حمرناه وطحناه، الكوزه درنا 2 اللي دقات مزيان وتغربلات، والمسكه الحره اللي حتى هي دقات مزيان. ودابا ان شاء الله شويه عمدو نخلطو ان شاء الله. خوتي العزاز، خواتاتي العزاز، دابا انا حطيت التقاوت كامله ها هي، ودابا ان شاء الله عمدو نخلطو. خلطها مزيان، خلط الله يدخل علينا هاد رمضان بالصحه والسرور، طول العمر والعباده والصلاه والاستغفار، الصيام ديالنا، عفوا الصيام ديالنا مقبول لجميع الأمة الإسلامية يا ربي. دابا بسم الله على بركة الله خلطوا هادشي مزيان. بسم الله الله يقوي الخير يا ربي. باقا تطيب الزيت، دابا راه كيبرد شوية. خلط مزيان عاد نبداو يا ربي ما تحرمت شي مسلم، يا ربي يا ربي ما تحرمت شي مسلم، يا ربي يا ربي قوي الخير لأي دار، جميع المسلمين يا ربي. يدينا مغسولين مزيان ضروري، لازم يعني كنفركو هادشي مزيان عاد تنبداو نخلطو.
واحد الريحه ما نقول لكمش غزاله. دابا قياس تاع ثاني داك قياس حنا كنديروا احسب الحلاوه. حنا ما كنديروش سكر بلاصي، كنديروا سنيده لان كلشي دابا يعني ماشي رطب، كلشي مطحون، سنيده من الاحسن لان السكر كلاصي مع الوقت يقدر يغملها. وحنا حتى الزبده ما كنديروهش، كنديروا الزيت، الزيت كنطيبوه سي سخون تنخليو سي سي يبرد. دابا حنا دابا درنا السنيده وعاد نديرو الزيت. دابا نبداو نديرو قياس الزيت، نحط ولا تحطين زيت؟ زيد الصفوف خاصها تيسع، يعني الانسان يكون جالس ما يكونش واقف ويكون. دابا كنديرو القياس الزيت، كنديرو القياس. دابا نبداو نخلطو، نخلطوها مزيان. نتخلط مزيان. كلشي كلشي غزال، مثلا شد لكها مزيان بيد. وهذه هي الصفوف، شو تبارك الله كي جات، تبارك الله جات غزالة. طبعا نخليوها بايتة، نديرو فوقها منديل باش تجي تطلق.